اهلا يا دراجم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه عن الدببة الثلاثة. فقبل ما نبدا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. هنستخدم قلم اتش بي او قلم 3 بي على حسب كل واحد واللي عنده. عملنا نص دايرة وجنبها نص دايرة تاني، ودايرة صغيرة عبارة عن الودان بتاعت الدب الاول. بعدين هننزل لتحت عبارة عن الرقبة. عملنا نص دايرة تانية عشان تبين لنا الودن التانية او الاذن التانية. هعمل الايد عبارة عن خط مستقيم، بعدين دايرة، بعدين خط موازي للخط المستقيم اللي احنا عملناه الطريقة دي. وهعمل العينين عبارة عن نقطتين، والمناخير عبارة عن مستطيل او شكل بيضاوي اسود، والبق عبارة عن شكل بيضاوي، وهعمل جواز السنان عبارة عن مثلثات. زي ما انتم شايفين رسمة النهاردة سهلة، ياريت هيطبقها يبعتلي على حسابي على انستجرام او يعملي منشن على ستوري، هتلاقوا رابط الحساب في صندوق الوصف، روحوا تابعوني عليه. وهتلاقوا برضو رابط صفحتي على الفيسبوك، روحوا تابعوني عليها واكتبولي في الكومنتات لو عندكم اي افكار. طبعا الايد التانية عبارة عن شكل كده زي مثلث، بس الراس بتاعة المثلث تكون على شكل بيضاوي. بعمل الرجل عبارة عن دايرة وطالع لفوق، بوصل ما بين الرجل والايد. هو كده هيكون اللي هو كأنه يعني مريح او فارد ظهره، يعني مش واقف او قاعد، هيكون زي قاعد على الارض. يعني زي ما انتم شايفين الايد طبعا من جوه بيبقى فيه دوائر كده فيها. وهي بعمل الرجل التانية عبارة عن خط مستقيم، بعدين بعمل الدايرة بتاعت القدم نفسها أو بالطريقة دي، وبوصلها بالرجل التانية زي ما انت شايفين. عامل الدب التاني عبارة عن خط مستقيم ونص دايرة، بعدين نص دايرة تانية صغيرة جنبها. هنزل لتحت، اللاين بتاعت الدب ده المفروض المرة دي هتبقى عبارة عن دايرة وجواها نقطة. التاني كان عبارة عن نقطتين، ده دايرتين جواهم نقطتين وشكل بيضاوي متلون باللون الأسود. حتى العين نفسها بتاعته هتكون باللون الأسود. وبعمل الدوائر دي عبارة عن الودان أو الأذن، زي ما قلت لكم لونها هيكون أسود، والبق واللسان زي ما انتم شايفين الطريقة دي. وبعمل ايد عبارة عن دايرة وبطلع لفوق تاني زي ما انتم شايفين كده الطريقة دي. وبعمل الايد التانية عبارة عن شكل دايرة، بعدين بعمل الدراع، وبعمل خطوط اللي هي بتعبر عن زي الصوابع بتاعت الايد زي ما انتم شايفين. وبعمل الرجل بتاعت الدب عبارة عن برضو خطين الصوابع، والرجل التانية عبارة عن دايرة برضو وشكل الصوابع زي ما انتم شايفين. وببدأ ألون الخط اللي في النص اللي احنا عملناه باللون الأسود بالطريقة دي.
تقدروا تنفذوا الرسمة بطريقة سهلة وبسيطة ما تتعبوش فيها. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. روحوا تابعوني على حساب انستجرام وصفحة فيس هتلاقوا في صندوق الوصف، واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.